انا هابط مع الصباح مع ديك 8 وكاك هبطت هنا الزنقه، لقيت الدراري شي دخلوا للموبل وشي خرجوا من كثره الدخان باش تخانقوا، فهمتيني؟ حنا ندوروا للموبل من هنا كنبغي نسولوا على الدري الصغير ولده، قلنا له مجهود مجهود، قال لهم خارجينه من الشرجم، وانا نقول واحد الدري عبدو راه وليه دار قبيله، قلت له نطلعوا من السطح ونهبطوا، انا واحد الدري حمزه، هو قال لي طيح لنا الفكره ديال السطح. طلعنا ملي نقزنا غنهود هبط للدروج، تحت كنلقاه في الكاطريام طايح في الدروج مسكين. صافي عطينا الدراري هبطوا، حنا كملنا انا وشي دراري بقينا عاطيين كندقوا على الديور حتى وصلنا للطروازيام، هبطوا مو والدي. صافي هادشي اللي كاين، شي حاجه اخرى خشي راه ما كاين. انا مع الصباح مع 8 ونص تقريبا سنفطر، كنسمع الغوات حيت الناس اللي تحرقوا جيراننا. سنفطر بحال هكا، اختي قالت لي نوض راه يمكن المراه مع راجلها كيضاربوا نوض فكهم. قلت لها واش اللي دار نوض نفكو انا؟ ما يمكنش. حلت هي الباب كتبان لي العافيه شاعله. مشينا كنجرو في السدادر، الدري اللي مولد مول الدار كيجبد في السدادر وانا كنشد من عنده، كنهبط مع الدروج، هو كيجبد وانا كنهبط. غلبت علينا العافيه، من اللي غلبت علينا العافيه خليناها صافي، سمحنا ما تلينا قدينا خنقنا الدخان بزاف. الناس ولات كتجارق، السيد باقي ناعس، هذا اللي ميت الله يرحمه باقي ناعس في الدار، وعنده وليد ومرته وباه، كلهم حاصلين في الدار. كيقولوا لنا طلعوا عتقوا الناس راه باقي الفوق، كل شيء هابط من الدار، هربنا الدراري هربنا الصغار الكبار، ولكن يوسف الله يرحمه مسكين بقى الفوق، هو يمكن سلك في السطح، ولكن من اللي سمع ولده ومرته باقين في الدار هبط قال نعتقهم، من اللي جاي هابط في الدروج يمكن زلق زلق طاح صافي وي غيب. يمكن الدري اللي هضر دابا فيها فاش تم غادي باغي يعتقو لقاه طيح في الدروج داه مهزو في لومبيلونس، ولكن ما عتقوش.